بعيداً عن فساد الحكومة وأحزابها ومسؤوليها، الخير لا يزال موجوداً في العراق. طبعاً هناك عدد من العمال البسطاء في الفلوجة كانوا يعملون في منزل قديم، عثروا على مبلغ من المال مدفون تحت التراب أثناء عملهم، فأخذوا المبلغ وأعادوه إلى صاحبه. تعالوا نشاهد هذه اللقطات التي تعزز ذات الفكرة. هنا صور للمنزل القديم كما تبدو، وهي من مدينة الفلوجة حيث كان العمال الذين عثروا على هذا المبلغ الكبير من المال وهو بين أيديهم، عثروا عليه والتقطوا بعض الصور التذكارية. نعم، لكنها صور تعزز فكرة أنهم أهل أمانة وشهامة. فبعدما أخذوا هذا المبلغ، كما تناقل وتداول عدد من النشطاء، أكدوا أنهم بعد التقاطهم هذه الصور لهذه المبالغ أعادوها إلى أصحابها الأصليين، سكان البيت الأصليين، الذين ربما كانوا قد نسوا أن هذه الأموال مدفونة، أو ظنوا أنها تآكلت أو تبددت أو لم تعد موجودة.